عندي سؤال على موقع تويتر إلى سماحة الشيخ. يقول الأخ: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ ظلم عمر عليه اللعنة للنبطي، ولكن هل ظلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل ظلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة التي اشتكت ضرب زوجها لعدم القصاص من الزوج وشكرا؟ لا، حاشا، صلى الله عليه وآله لم يظلم، وغاية ما هنالك إن كان يقصد بهذه الواقعة فإنه غاية ما هنالك النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام التأديب وفي مقام الإصلاح بين الزوجين، لذلك يستحسن للمرأة أن تصبر على أذى زوجها حتى تنال الدرجات الرفيعة في الآخرة وحتى يصلح هو، لأنه المرأة إذا يعني طلبت قصاصا من الزوج فالزوج هنا أيضا يتعنت ويحتد أكثر وتنفصم الحياة فيما بينهما. تخيل يعني أنه المرأة تقتص من زوجها لما فعل مثلا، فحينئذ خلص الحياة بينهما تكون شنو؟ صارت جحيم بعد، انتهى يعني خلص. فالخير دائما هو في الإصلاح، والصلح خير. فالنبي صلى الله عليه وآله ما ظلم هذه المرأة، حاشاه صلى الله عليه وآله، وإنما كان يحرص على أن يلم الشمل وعلى أن يصلح فيما بينهما كنوع من أنواع التأديب ونوع من أنواع الترويض، وإلا لو كانت مصرة فلها ذلك.